مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، برنامجكم الحل بين يديك. مرحبا وأهلا وسهلا بكل أوفياءنا وبكل مستمعينا اللي كيتابعونا دائما وأوفياء لنا، وأكيد أنه دائما حنا معكم ونتمنى أن نقترب لكم أكثر. وقريبا ان شاء الله غادي ناتيكم بالجديد من خلال برنامجكم الحل بين يديك. واللحظه مستمعينا الكرام، كنبغي نوجه تحيه خالصه وخاصه لكل اوفيائنا اللي كيتابعونا سواء عبر الاثير او عبر www.medradio.ma، ايضا عبر لابليكاسيون سمارتفون ميد راديو. فكنشكركم جزيل الشكر على وفائكم لينا وعلى تواصلكم الدائم معنا. واليوم حاضر معنا الكوتش يوسف باصير، مدرب في إطار التطوير الذاتي بطبيعة الحال، باش يتواصل معنا من خلال موضوعنا اليوم. مرحبا بك كوتش يوسف. مرحبا أخت سكينة، مرحبا أوفياء أكاديمية ميد راديو، سعداء بلقائكم في هذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ساعتنا معكم ساعة خير ونجاح وتوفيق إن شاء الله. مرحبا بإذن الله. كوتش يوسف، اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع مهم جدا. الطبيعة الإنسانية كتخلي كل واحد فينا يكون متميز بخصال ويكون منبود بخصال. يعني فينا شيء جميل وفينا شيء مستحسن وفينا أشياء قبيحة، الكمال لله سبحانه وتعالى. كل واحد فينا وش ممكن يغلب فيه، ففينا جزء من الخير وفينا جزء من الشر. منا من كيغلب الخير ديالو على الشر ديالو، منا للأسف اللي كيغلب الشر ديالو على الخير ديالو. ملي كنجيو نتكلموا في العمل، العلاقة التواصلية في العمل مهمة جدا، لأنه إلا كنا كنحترموا أطراف أخرين كيشتغلوا معنا سواء مسؤول أو لا موظف أو لا عامل أو لا كنشتغلوا في إطار مجموعة، مي كنكونوا كنحترموا نفوسنا وكنقدروا بعضياتنا وكنتواصلوا مع بعضنا وكنعرفوا الحدود ديال كل واحد فين كتنتهي، ربما كتكون العلاقة يعني خالية من التشنجات الشخصية. كيكون ضغط العمل، كيكون خلافات من أجل العمل، ولكن كتبقى دائما منصبة في العمل فقط، ما كتمشيش الجانب ما هو شخصي أو لا كتمشي للشخص حد ذاته. للأسف في الواقع العملي ديالنا اليوم كنلقاو هاد الصور. نعم. يعني كتلقى الناس يقولك ودي أنا عندي مشكل مع المسؤول المباشر ديالي، أنا عندي مشكل مع زميل في العمل، أنا عندي مشكل مع زميلة في العمل، أنا عندي مشكل مثلا مع الموظفين اللي كنشتغل معهم بحكم أنني مسؤول مثلا. فهاد العلاقة التواصلية اللي المفروض تكون كيطبع على الاحترام والتقدير لشخص الإنسان والكرامة ديالو، للأسف كثير من الأحيان ما كنلقاوش هذيك الصورة اللي كيخصها تكون. بطبيعة الحال ما كنقولش باللي الصورة قتيمة، ولله الحمد كاين الناس اللي كيشتغلوا مرتاحين في العمل ديالهم، كيشتغلوا مع ناس اللي كيقدروهم اللي كيحترموهم اللي كيديروا بالقيمة ديالهم وكيعيشوا في ظروف إيجابية جدا في العمل ديالهم. غير واليوم حنا كنركزوا على الجانب السلبي باش نطهروه أو لا باش نخرجوا منه، حتى وإن وقعنا في مثل هاد الأمور هادي كيفاش نقدروا نخلقوا واحد العلاقة تواصلية مع شخص غير مرغوب فيه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الأخت سكينة، ما يتعلق بالتواصل داخل العمل هو شيء مهم جدا في السيرورة ديال الحياة ديال العامل في قطاع خاص، قطاع عام، في حتى في التجارة ديال الإنسان هي خاصة به، يحتاج للتواصل مع الناس اللي كيتعاملوا معه. المطالب بحسن تواصل مع الآخرين هو في حق دائما كيبقى هو المسؤول، يعني المدير مع الموظفين اللي معاه، الرئيس مع المرؤوسين اللي عنده، كل واحد مع الكولابوراتور أو الناس اللي هما كيتعاملوا معاه. يعني خصو يكون هو ذاك المحور اللي عليه كدور الدائرة ديال الإنتاج. احنا كلنا منتج، يعني سواء قطاع عام ولا قطاع خاص ولا في إدارة عمومية ولا في وظيفة كما بغي يكون النوع ديالها، راه كلنا منتجون، ننتج شيئا. هذاك الإنتاج ديالنا خصو يكون متميز بأنه إنتاج جيد. نعم. وإلا غادي نطرو أننا نعاودوه. يعني اللي عنده ماكينة قبل كينتج فيها حاجة من الحوايج وكيخسرها، معناها هذاك المسؤول عليه غادي خصو يضطر أنه يعاودها. فباش ما نطروش أننا نعاودوه
كنرجعوا لهذه الفكره ديال حسن التواصل مع الناس، الجماعه اللي انت كتعمل معاهم، مع فريق العمل اللي انت كتعمل معاه. النموذج اللي غناخذو اليوم هو نموذج لواحد الانسان سميتو نجيب، هذا رئيس قسم في واحد المؤسسه شبه عموميه، تميز بانه فعلا رجل ديال الوقت ديالو، والرجل الدينامي يعني الديناميكي اللي استطاع انه يبرهن في واحد المده وجيزه جدا، يعني مده صغيره في الحياه ديالته مع المؤسسه، ما طولش معها اكثر من 4 سنين، مده وجيزه خلى يجعل العمل خدام ويخليه واحد البصمه ديال المحبه ديالته ديال الناس ليه، سواء الناس اللي كيعملوا معاه مباشره او الناس اللي هما كيعملوا معاه غير عن طريق التعامل اللي هو تفويدي عندك الاكسترنازياسيون ديال 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 الانتاج. هذا نجيب، هذا علاش استطاع انه يعمل، علاش بالضبط ركز عليه، لانه قبل ما يدخل هذيك المؤسسه ويخدم فيها وكان عنده داك داك لونتروتيان ديال 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 لومبوش مع المدير ديالها، حضره قال لي شوف راه هاد الناس هادو العاملين معنا كل واحد كيخدم بالطانطو ديالو وكل واحد كيخدم بالمزاجيه ديالته. اذا ما لقيناش اي موظفين، ما لقيناش اي كنعملوا في اطار ديال انتاج وديال تبادل المنافع، انا كنقدم مجهود ديالي فكري او العضلي او لا الانتاج اللي كنتج، وفي المقابل كناخذ عليه جزاء ونحتفظ على واحد العلاقات متميزه مع الفريق ديال العمل ديالي، وانما ولا كل واحد كيتصاحب له انه هذيك الشركه ديالته او هذيك المؤسسه المقاوله ديالته يدير فيها هو اللي بغى، يسد وقت ما بغى يسد، يحل وقت ما بغى يحل، يخدم وقت ما بغى ما يخدم شاي، تعطاه اوامر ما ينفذها شاي. فنجيب هذا استطاع انه يكون مرن مع هذوك المتعاملين. باش مرن بالايجابيه ديالته، اول شيء كيتميز به هذا السيد نجيب هذا هو حسن الاستماع للاخرين. انت حال انت تريد ان تعمل مع واحد الفريق ديال العمل ديالك، مخدم معاه، انت مسؤول عليه او لا انت خدام معاه، فريا باغي ان يعني توصل المفهوم او المعلومه توصلها للاخر بطريقه سلسه وسهله، لان اغلب الناس ما استطاعوش انهم يترقوا في المجال ديال العمل ديالهم بسبب انهم ما كيعرفوا شيء يوصلوا المعلومه ببساطه وبسهوله الى المتلقي. هاد الاذاعه الحمد لله شكون اللي حنا فيه الان استطعت انها تدخل جميع البيوت. علاش؟ لان الطريقه والمنهجيه التي تنهجها هي طريقه ديال السهل الممتنع الذي يصل الى الاسماع ويصل الى الافئده ويطرق قلوب الناس. ما كنحتاجوش نفلسفوا الافكار حتى نفهموا الناس ابدا، وانما كنمشيو مباشره الى الشيء ديالنا. ثانيا حسن الاستماع للاخرين، اذا حسن توصيل المعلومه وحسن الاستماع، حسن الترقي ديال ديك المعلومه من عند من؟ من عند لي كولابوراتور، هذوك لي كولابوراتور هذوك المتعاونين معاك سواء كانوا موظفين قل منك ولا كذا، ينبغي ان تنصت اليهم. نعم حنا كنقولوا ينبغي احترام السلم الاداري والترتيب الاداري، نعم، لان هذاك الاحترام هو اللي كيولد لينا اننا نفهموا ويولد لينا اننا نتالقوا في المجال ديال العمل ديالنا. ولكن هذا الاحترام هذا راه فيه أن الرئيس ينصت إلى مرؤوسه، يتصنت ليه ويستمع منه، لأنه ربما غادي ينتج ليه واحد حاجة هو أصلا ما فهمهاش، إذا فهمها ليه ونطلب منه أنه يجاوبني واش فهم، واش الفهم ديالو كان هو هذاك أو لا كان ناقص. إلا كان ناقص ينبغي أن أعينه، نعاونه على باش يفهم شنو المتطلب منه، ولما يتكلم معايا كذلك انصت اليه باهتمام لانه كيتكلم معايا. الا انايا درت راسي ما كنسمعوش او ما بغيتش نسمعو او ما بغيتش نفهمو، ربما الانتاج اللي انا كنطلب منه غادي يعكسو ليا وغادي يدير ليا فيه اشياء اللي غادي يخليني اني غنضطر كيف ما كيقولوا المغاربه، داك اللي غادي تكريه جريه، يعني داكشي اللي غادي تمشي تفوض ليه واحد اخر يخدمو ليك وغادي يخدمو ليك ماشي هو هذاك. اذا قوم بانت عن نفسك. حنا لما كنتكلموا على مقاوله ولا على شركه ولا على، فاننا نريد ان كل واحد فوضنا ليه واحد امر من الامور يقوم به كما يجب يقوم به. ولكن باش بديك كلمه ديال الله يرحم الوالدين، الله يرضي عليك عافاك،
كذا. نعم انت تطلب منه واجبا غادي يديه لك، ولكن الاحترام كيبقى هو واحد الكلمه ديال الثناء وكلمه ديال التقدير، ولما يعطيها لك شكرا جزاك الله خيرا مزيان قديتي، لما يزيد هو اون فالور اجوتي من عنده واحد الشكل انت عطيتيه، ثم هو بان لي بانه افضل منه يقدر يكون وزاد لك، اثني عليه وابرزه نعم لرئيس ديالي نقول له هذا العمل توصلنا ليه بفعل فلان الذي انتج كذا وكذا. هذاك الثناء الجميل، حسن الاستماع، حسن التواصل مع مع مع, مع, مع المرؤوس ديالك هو اللي كيخلي تلك الروابط تكون روابط، ما كتبقاش روابط فقط هي ديال العمل، وانما تتعداها الى حدود الروابط الاخويه والانسانيه حتى كنلقاو المفروض تكون في العمل. كنبغيو ندعو واحد الانسان هو كيتقعد كتلقى فريق ديال العمل كيعمل كله كيبكي، علاش كيبكي؟ لانه ماشي كيبكي ما غاديش يشوف داك السيد، غادي يشوفه ولكن غادي يفتقدو كعنصر فعال داخل واحد المنظومه ديال ديال العمل مع بعض مع اللي كتشملهم اجمعين. وربما يعني كوتش المفروض ان هذه هي اللي تكون القاعده وماشي الاستثناء، انه نعم. الناس يكون يعني كتربط كل شيء شيء كينصب في صالح العمل، الانسان كيكون مرتاح في العمل ديالو كيعطي مجهود اكثر وكيعطي. ما ننساوش باننا امه مسلمه، راه ما نكونوش شي روبو، ما نكونوش بحال الاله، كيخص يكون تواصل بيناتنا وتقدير واحترام، نكون نعم. انسانيين غير ما نمسكوش الميوع نميعوا الاشياء يعني نعم. يكون انسان متساهل ويكون انسان متسامح واخ في العمل ديالته حتى يوليو ناس طالعين اللي فوق راسه. فهذه عاوتاني راها مساله بطبيعه الحال، هذه مساله ينبغي ان تناقش نعم. في امر اخر ان شاء الله. اكيد وانه اي واحد فينا بطبيعه الحال كيشتغل وكيحب العمل ديالو محتاج لواحد انه يتوفر واحد الجو معين نعم. من الاحترام والتقدير ديروا الثقه بطبيعه الحال، واحد المساحه من الحريه باش يمكن انه يعطي واحد المنتوج ايجابي اكثر في داخل العمل، داكشي اكثر من الوقت اللي كنقضيو في بيوتنا مع الاسره ديالنا نعم. والعائله ديالنا والاحباب ديالنا نعم. اكيد مازال مواصلين معك كوتش يوسف بطبيعه الحال، وحنا كنتواصلوا معكم مستمعينا الكرام خلال احكي لنا قصتك على 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس كتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم او السؤال ديالكم 5080 ثمن الرساله السادية دراما احتساب الرسوم. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج واللي هي الحل بين يديك. نتوقفوا لحظه مستمعينا الكرام مع الفاصل الاعلاني ونرجعوا لكم مباشره بعد ذلك. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم. كنرحبوا بكم جميعا وكنشكركم على وفائكم لينا، وحنا مازال مستمرين مع بعضنا حتى للربعه. ودائما احكي لنا قصتك على 05 22 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم توصلوا معنا عبر الاس ام اس بكتابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم اللي فيها السؤال ديالكم او المشكل ديالكم 5080 ثمن الرساله 6 ديال الدرهم احتساب الرسوم. ايضا يمكن لكم توصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة البرنامج واللي هي الحل بين يديك. فتحية طيبة لكم مستمعينا الكرام فين ما كنتوا، ومرحبا بكم من جديد دائما على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. واللحظة غادي نمشيو ناخذوا معنا أول مكالمة في حلقة اليوم. معنا لالة غالية من الدار البيضاء، مرحبا بك لالة. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شرف كبير اللي شتلينا من هذا النهار. مرحبا يا لاله، الله يطول عمرك علينا وكل المواضيع صراحه لكل اسره مغربيه. كل شيء اي موضوع هدرتوا عليه الا خصنا نفرغوا به قلبنا لكم. مرحبا يا لاله، الله يخطيكم. الله يخليك. تنطلب من الكوتش ديالنا. مرحبا. ماشي مشكل، لان كاع الناس عايشين مشاكل، نقدر نقولوا انه قدر تنصرفوه. تفضل. الله يجزاك بخير. عندي مشكل مع الزوج ديالي وبغيت ناخذ واحد القرار، وهذا القرار يعني خديته من بعد 21 سنة. انا عندي 40 سنه وعندي 21 عام ديال الزواج. تبارك الله. الوغ يعني من نهار دخلت كنقول هذا السيد غادي يتغير غادي يتغير. ما غاديش نكذب، الله شاهد عليا، يعني ماشي انسان اللي خايب، ماشي انسان اللي واكله شرده زعما خايب. ماشي انسان اللي خايب. لا تقول ماشي انسان اللي خايب. نعم. يعني المشكل اللي عندي هي ان الحاله النفسيه ديالي اللي ماشي هي هذيك. علاش؟ الزوج ديالي المشكل ديالو هو انه مسموم. ما تنعرفش شنو عنده في راسو ولا في جيبه ولا فين مشى ولا فين جا ولا مع من كان ابدا. كتوم ماشي مسموم، وي كتوم درجة. نعم. ما تطورش بالنسبة للمرأة كيبان لها داك الشيء سم. لا يعني ماشي هو بالنسبة لأن أنا
كيستفزك انه ما كيقولش ليك وما كي انا ما بقاش عندي مشكل انه يقول ولا ما يقولش لدرجه انه كان وقع لينا مشكل هذه واحد 12 عام وقع له مشكل يعني اداري وكنا غيوصلوا بزاف وصلنا للحكيم وصلنا ولكن ما قال والو يعني حكى داك الطفل اللي كيدير شي غلط وشي تقنت ما تبقاش عارف اش واقع لدرجه انا اللي هزيت المشكل دو ا زد يعني انا اللي حليته دابا ملي بداو يكبروا لي الدراري لقيت راسي انني كنحل المشاكل كلها ما بقيتش حاسه حتى شي حاجه انني كاين راجل في جنبي او هو اللي يقدر يفك لي مشاكلي او اللي يقدر يحامي عليا ابدا يعني لان نفسيتي وليت كنحس بها يعني بحال تحطمت مي فيزيكمون تنبين راسي انني جو با فابل انني جو بو كونتيني ما في كيف ما بغاها الله هاد الاواخر ولات يقول لي شوفي الا شتي نفسيتك انها احبيبتي بهذا المعنى طاحت سيري للسيرفيس ديال 36 وخذي الدواء وشدي قنت وشربي حتى براي اما الطلاق راه ما نطلقتش انا ما كذبش عليك ولادي كبروا عندي ولد عنده 18 عام وبنت عندها 11 عام يعني حتى الابن ديالي ما بقاش كيتقبل داك الهضره وتيعيرنا بالماكله ولا كيعيرنا باننا لابسين شاربين ما حامدينش الله يعني حتى من الولد ديالي ولا تيقول لي ماما نقدروا نعيشوا في بيت واحد وناكلوا اللي كان ونعيشوا بلا هضره بلا انه يعيرنا باننا اش كناكلوا ولا اش كنشربوا لالا غاليه وي سيدي بغيت غير نسولك يعني في بدايه ديال حياه الزوجيه ديالكم واش ما كنتيش كتشوفي بانك انت كتقوم بالواجبات اللي هي مطلوبه من الزوج كتقوم بها انت او لما هو كيقوم كان كيقوم بها كنتي كتعيي بها عليه وكتقولي لا ما عرفتيش دير هذه ما عرفتيش دير هذه لا سيدي هو من النهار الاول ما كيدير حتى حاجه من النهار الاول متجرد من المسؤوليه غير كيخدم وكيجيب لنا ما ناكلو فقط ايه يعني يحل مشكل او لا طبيب ولا ورقه ولا هادي ابدا علاش هكاك ما لانك لقيت انت كتقوم بهذا الواجب هذا حيت شفت راسي يعني ولو دخلت انني في سن صغير لداري لقيت راسي انني ما لالا غاليه وي كاين بعض العيالات اسمحي لي انا غادي نتكلم معك شويه بصراحه اللي ما كيخليوش كيمنعوا الزوج ديالهم انه يقوم بالاعباء ديالو المنزليه الاعباء ديالته مطلوبه منه معنى انه لما هو يحتاج لواحد ورقه اداريه او لا ما يتعلق بالمشاكل ديالته ديال الاداره ولا كذا كيلقى اللي غادي يحلهم ليه في حين انه كان خصو هو يعانيها يعني هو اللي يعالجها هو اللي يتحرك فيها باش كيبقى الرجل في المكانه ديالته والمرأة في المكانة ديالتها. انت دابا خديتي على راسك على عاتق ديك جوج ديال المهام، المهمة ديالت انك تراعي الولاد وتربيهم، ومهمة ثانية انك تكلفي بجميع المسؤوليات. بطبيعة الحال الراجل اللي لقى اللي غادي يهنيه من هاد الأشياء هادي كلها غادي يروح الثقل كله على المرأة ديالته. هادشي اللي وقع عليك انت الآن كيعطيك الفلوس أو لا كيتقدى لك هو، ولكن مسائل أخرى ولكن انت غادي تقوم بها، التدبير المنزلي، اش غادي ديروا، شنو البرنامج، شنو التخطيط، شنو كذا كله يقوم هو به عنك، تقومي انت به عنه هو، ياك ولا لا؟ فلذلك استحلى هاد انه تجرد من المسؤوليه وخليها لك انت معلقه لك في العنق ديالك. الان الحل بنتي لالا غاليه ماشي هو الطلاق، ما عمر طلق ما كان حل. الطلاق كيكون حل فواحد الوضعيه اخرى، الوقت اللي كيتستحل المعيشه مع الزوج، او الوقت اللي هذيك المعيشه مع الزوج يمكن ليها تترتب عليها اشياء اللي هي فظيعه جدا او خطيره اللي ختمنا بها البارح المجلس ديالنا في الـ في الـ في الـ في, في المكره كنتكلموا البارح. لكن اللي غنقول لك لالا غاليه ما فيها حتى شي، بس انك بعد 20 عام ديال الزواج جلسي مع الزوج ديالك وتقول الان أتنايا بغيت نتخفف شي شويه من الاعباء ديال المسؤوليه، اجي ندير واحد التخطيط واحد البرنامج داكشي اللي يمكن لك انت تقوم به واللي يمكن لي انا نقوم به. يعني غادي دير واحد مذكره ديال التفاهم بينك وبينه بلا اكراهات، مذكره لانه هو رجل، هو اب، هو زوج، يعني مفروض عليه انه يقوم بواحد مجموعه الاشياء. وانت كذلك ام ومربيه وزوجه مطلوب منك انك تقوم بواحد مجموعه الاشياء، فتقسموا هذه المسؤوليات هذه، قسموها وخلي ليه المسؤوليات ديالته هو يخدم بها. نعم الا احتاج الاعانه ديالتك، الا احتاج استشاره ديالتك مرحبا،
الا ما حطيتش الاستشاره ديالتك تكون كتعيش في وضوح. اما باش انسان يعيش 20 عام في غموض صعيب حال. صعيب ان الزوجه تعيش مع الزوج ديالها ما عرفاش في 20 عام اشنو كيدير اشنو كيخطط اشنو كيبرمج كيفاش غادي يمشي كيفاش يمكن نمشيو حنا بجوج مع بعضياتنا الا انا وياك ما مفاهمينش على واحد الخطوات غادي نديهم بجوج. واحد بغى يوفر واحد ما بغاش يوفر. واحد بغى كي بغى يبني مستقبله كيشوف الى امام بغى يوجد راسو التقاعد. واحد اخر يعني متقاعد على الافكار هذه كاع كلها ما حطاش في البال ديالو الا بغى ياكل ويشرب ويتنزه ويتسارى وكذا. اذا لابد باش تكون واحد حياه اسريه سليمه لابد يكون فيها واحد التخطيط اللي هو كيبرمجوا الزوج والزوجه ديالته بعض المرات تبع بمعيه ديال الاولاد ديالهم كيخطوا من هنا العام الجاي اش غادي نعملوا العام الاخر اللي بعده بمشيئه الله وباذنه باش الانسان يمشي على ضوء هذه الاعمال هذه. والا كنا كنعيشوا غير سبهلله كيف ما كيقولوا ففي هذه الحاله هذه غادي نكونوا نتعايش بحال دوك اللي كاين اوتيل كيدخلوا كلهم داك الاوتيل كيباتوا فيه مسمين انا مساكين في الاوتيل وخارجين منه مع الصباح كل واحد كيمشي للعمل ديالته ولكن لا احد يلتفت الى احد. دابا الان دابا نتوما مجاورين ولستم بازواج. صحيح الوضعيه ماشي انا هي طلاق ابدا لاله غاليه ماشي هو الطلاق وانما المناقشه بالتي احسن بواحد الطريقه. ما دمتي انك كتمدحي زوجك بانه رجل ما خيب شيء رجل انه كيصرف رجل انه ربما انه غير استحلى لانك كتقوم بالمهام عليه هو هو ارتاح مع راسه تخفف من الاعباء. نعم. خاصه الا كان هادشي متخف منه حتى قبل الزواج. كاين بعض الوالدين اللي كيخليو ولادهم ما كيمش المقاطعه ما يعرف اداره ما يعرف يدخل المدرسه ما يعرف يقيد راسه ما يعرف شي ادوات ديالو راسه ما يعرف يغسل حوايجو ما يعرف يرتبهم ما يعرف يوجد الملابس ديالته. اذا هو اصلا عاله على الأسرة ديالته قبل ما يتزوج ولما تزوج ولا على الزوجة ديالته. نعم. فهذا خاصة شوية ديال التمرس وشوية ديال التدريب ولكن الصبر ديالك من جهتك صبري. أما الطلاق راه ماشي هو الحل. مرحبا ونمشيو لحظة فاصل إعلاني ورجع معك وتشوف سباسي. تقدم لكم هذه الفقرة بشراكة مع تجاري وفا بنك. مستمعينا خلونا نذكركم باللي كل مشروع ديال حضانة الأطفال كيخصو رخصة من عند وزارة الشباب والرياضة وباش ناخدو هاد الرخصة كنحتاجو الوثائق التالية: طلب ترخيص في ورق متنبر، تصميم البناية، بيان ديال مرافق البناية، لائحة الأدوات والتجهيزات الصحية والتربوية، نسخة من سجل عدلي للمدير والمربي، شهادة حسن السيرة والسلوك للمدير، نسخ من شواهد والدبلومات، رخصة الاستغلال، شهادة طبية كتبت سلامة المدير والمربي العقلية والبدنية لمزاولات المهنة، شهادة التأمين وعقدة مع طبيب. وهذا الشيء كله كنحطوه في مصلحة العمل التربوي الأساسي قسم الشؤون النسوية بوزارة الشباب والرياضة. والحصول على الرخصة كيكون في أجل ديال 90 يوم. قدمت لكم هذه الفقرة بشراكة مع تجاري وفا بنك. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو. كنرحبوا بكم وكنشكركم على وفائكم الدائم لنا. حنا مازال مواصلين معكم وغادي نمشيو لحظه ناخذ معنا رساله عبر الفيسبوك كتقول: السلام عليكم، شكرا على هذا البرنامج اللي كيفيدنا جميع. المهم انا عندي واحد السؤال لكوتش يوسف. انا عندي واحد المشكل كنظن بلي هو مشكل نفسي، هو انني ما كنستحملش شي حد ما كنستحملش انه ينظر ليا شي شخص ما بزاف أو لا أشخاص، يعني ما بينني إنسان لا توفر يعني إنسان ما فيهش تشوه أو شي حاجة غير عادية، ولكن هذا المشكل مخليني ما كندير حتى حاجة، يعني وليت غير رد البال مع الناس، يعني غير حاضيهم بهذا المصطلح. المهم كوتش فيدني باش يمكن لي نتخلص من هذا المشكل وشكرا. رضا. رضا مزيان سي رضا، أنا ما عرفتش واش ذكر أو أنت، كنت غنسولك ولكن مزيان. رضا. سي رضا، اول شيء خص الانسان يكون راضي على نفسه، هو اولا مصالح مع راسه، وثم انه يكون واثق من نفسه. انا الا كنت عارف راسي باني الحمد لله ما كاين شيء في الوجه ديالي او في السلوك ديالي اللي يلفت انتباه الناس، ربما يقدر يكون الانسان عنده شي حاجه شي تشوه خلقي او لا يكون عنده شي حركات كيعملها وكتثير انتباه ديال الناس، فهذه مقبوله. إلك الإنسان الله تعالى خلقه وسواه بواحد الشكل اللي هو جميل والناس تنظر إليك،
فأفاد بأن هذه نعمة من الله عز وجل عليك. فإذا ما غاش ناخذها بأنها مركب نقص اللي غادي تضر لي الحياة ديالتي وغتخليني أنا دائما كنضر إلى الآخرين واش كيشوفوا فيا، واش شافوا لي في عينيا أو لا شافوا لي في نيفي أو لا شافوا لي في الجسد ديالي أو لا في ديا أو لا في كذا. إذا أنت متأكد أن الله تعالى سواك يعني في أحسن صورة، خلقك سبحانه وتعالى وسواك، فلذلك لا عليك إذا نظر الناس إليك، ما بلا ما تنتبهش لهم وما تلتفتش لهم، هما ينظرون إليك فأنت انظر إليهم، وزيد بعد ديك النظرة ديالتك ابتسم، أعطيهم واحد الابتسامة كأنك ترسل لهم واحد الميساج ديال المحبة وديال المودة، ولا عليك شنو فيها إلا الناس نظروا إليك، فلعلك من الناس اللي الله سبحانه وتعالى طبعهم بنوره والناس يلتفتون إلى ذلك النور اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى في الوجه ديالك. إذن ما تأخذها شيء كأنها عيب أو كأنها نقص، خاصة وأن ما فيك شيء. هاد الأشياء هادي اللي ممكن أن الإنسان يقوله دي لا لحقاش مثلا فيها شرطة، الناس كيشوفوا لديك الشرطة أو لا محسنش مزيان الوجه ديالي ما أثار واحد الحفيظة ديال الناس أو لا، طن كنت مزيان كت معتني بالهندام ديالك، معتني بالوجه ديالك يكون خيو كذا والناس كتنظر إليه، فهذه نعمة من الله عز وجل، من نظر إلى مغفور غفر الله له. لعلك أنت من الناس اللي الله تعالى نورهم، لعلك من الناس اللي الله تعالى نورهم، فالناس ينظرون إلى نورك، وهذه نعمة من الله عز وجل. أما مش تكون بيض لك حل، وإنما راه نور الله تعالى يقذفه في قلوب بعض الناس، فهذاك القلب يضفي نوره على الوجه ويكون ما يسمى بالبهاء. ورسالة أخرى كتقول: السلام، أنا من الرباط متزوجة وعندي وليد عنده عامين ونص، كان عندي مشكل مع الزوج ديالي بسبب المخدرات اللي كيستهلك، ما عرفتش شنو ندير، الله يخليكم ساعدوني. شنو قالت سمعت الثانية؟ هي متزوجة، هي من الرباط وعندها متزوجة، عندها وليد عنده عامين ونص، عندها مشكل مع رجلها، هو انه مشكل مع الزوج، مع الزوج هي كتقول هي كتقول كان عندي مشكل مع الزوج ديالي، عندي مشكل مع الزوج ديالي اللي كيستهلك المخدرات. نعم. ما عرفتش شنو ندير. على كل ما يتعلق باستهلاك المخدرات هذا له عوامل ديالو، لعل هذا الزوج هذا كان كيستهلك مخدرات قبل ما يتزوج بك، وهذا اللي كنت عرفتي كان عليك تشرطي عليه انه يقلع على المخدرات وبشويه بشويه تيقلع عليها، او الا انه يعني الا كان هو يلا عاد بدا في استهلاك المخدرات، فينبغي عليك ان تنقذيه من هذا الوباء، لان هذا وباء، هذا سان فيروس دخل الديور كلهم، ومعك للاسف انا اصيب به اناس بغاو النهار الاول غير يتمتعوا، بغاو النهار الاول غير يجربوا، فاذا بك قولهم بانهم وصل هذه البليه هذه، وسببها يرجع ربما الى بعض الاشياء التي تخرج الانسان من بيته. الانسان لما كيخرج من البيت ديالو وكيلتقي مع اناس اخرين وكيعرفوا بانه مهموم او لا مغموم، فاول شيء كيبروبوزي او كيقترحوا عليه هو المخدرات، فغير الى غير يدخل وكيجرب وكيستحلى هذيك الحياه بحال هكاك حتى تولي مندمج فيها. فانت عليك ان تنقذي هذا الزوج ديالك. باش غتنقذيه انك تحاولي اولا انك ما تعصبيه شيء، تحاولي ثاني ان تكوني ليه سند، تحاولي ثالثا ان تبيني ليه بانه هذاك النوع ديال المخدرات او الاشياء اللي كيتعطى ليها راه سبات لواحد المجموعه ديال العائلات في الهلاك، ماشي غير هلاك غير في المال فقط، وانما هلاك في الصحه، هلاك في المال، هلاك في العقل، هلاك حتى في الحركات ديال الانسان والاعضاء ديالو اللي ربما كتعرض لبعض الاشياء. شحال ديال الناس اللي كنا كنعرفوهم بخير وعلى خير والان مع استعمال المخدرات صبحوا في واحد الحاله اخرى، ثم انك تستشري مع في المستوصف ديالكم ديال الحي راه كاين اطباء الحمد لله الان اللي هما كاين مراكز مختصه محاربة الإدمان تديه وتصاحبيه وتمشي معاه وتسمعي النصائح ديال الأطباء اللي هما كيعملوا مصاحبة، الله يجزيهم بخير، كيعملوا مصاحبة لهاد الناس هادو اللي عنده النية وعنده العزيمة بغى باش يقلع على المخدرات. ولكن في حالة كوتشي لارفض إلا ما بغاش، في حالة إلا رفض لأنه يمكنش تلزم عليه شي حاجة على الأقل تحاول أنها تأخذ من الوقت ديالو أكثر
باش ما يمشيش يلقى الفراغ ويتعرض للمخدرات، يعني نعم. يكون عنده يكون ضاير بواحد المجموعه ديال الناس اللي هما سالمين. وكعقل بان اول حصه وقيله في حلب نيديك في السنه الماضيه كانت حول الخمر، وذكرنا فيها قصه ديال واحد العائله اللي بغاو ينتشلوا واحد من العائله ديالتهم من الخمر. اول شيء ولا كيجيو عنده الدار ديالو كيقول لي ما تبقاش تمشي للحانه، اجي للدار، ولا بغيتي تسكر اجي جلس قدامنا وسكر قدامنا. فاذا فعاد فاش يشرب 4 ولا 5 القرعه ولا كيشرب قرعه بدا ينقص 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 حتى هاجر هذا النوع هذا ديال ديال الادمان على الخمر. اما المخدرات فهي سهله، انسان يجيب عائله مزيانه ويكونوا الناس يكون واحد لونتوغاج اللي هو سليم، اللي كيف ما كنقولوا حنايا يتلقاك العيان ويشدك المسطرح يتناوبوا عليه باش ينقذوه من انه يفكر انه يرجع للمخدرات او انه يمارسها. وحتى اللي بغى كذا يجيب ناس اللي هما كيستحي منهم باش ما يكمل شيء قدامه او لما يستعمل شيء المخدرات امامه. نعم. وناخذوا معنا لحظه اتصال معنا لاله حليمه من سلام. مرحبا بك لاله حليمه. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس عليك بخير؟ الله يطول عمرك لاله. بارك الله. لاباس عليك. مرحبا لاله. مرحبا. مرحبا لاله حليمه. عافاك، بغيت نسول، بغيت واحد النصيحه من عند الدكتور انها غتفيدني بزاف، وانا غنهضر بالنيابه على شيخي وعلى راجلي وتا عليا انايا. مرحبا. عندي واحد عجوز سيادتي اللي غنهضر عليها، بعيني دايره ليا واحد المشاكل كثيره. يعني ما عرفناش يعني شنو بغات. نعم. يعني يعني راجلي ما كانش يعني ما كانش كيعرفني انا، هي اللي اختارتني ليه. نعم. هي اللي بغاتني، هي اللي بقات شحال تخدتني، يعني بقات صاره على ان نتزوج بولدها. نعم. ولدها زعما الله يعمرها دار. نعم. مزيان، يعني ما جنقول لك مزيان. نعم. تراجلها. نعم. الله يعمر هذا. نعم. حتى هي مزيانه، ولكن هذا العام يعني شي حوايج ولات كدير خايبين بزاف. نعم. بحالاش دابا يا خداتني ولدها، سكننا معاها واحد 3 شهور، سكننا معاها ما تفاهمناش، ولات كدير لينا المشاكل، ولات كتدخل ليا في حوايجي، كتقلب ليا بيت النعاس ديالي. نعم. كتشوف ولدها واش جايب ليا الماكله ولا لا. فهمتي؟ نعم. صافي نضنا قررنا باش نخرجوا على نخرجوا نسكنوا بوحديتنا. صافي هي هذيك خرجنا ما عجبهاش الحال، غوتات عايرات ما خلات ما دارت، قاطعت ولدها. يعني ولدها ما كيردش عليها حتى الهضره قسما بالله، يعني كلمه لا ما كيقولها ليهاش، وتقول له انا ساخطه عليك، انت مسخوط، انت فاعل، انت تارك. صافي بقات قاطعه، انا ما كتجي عندنا ما والو، كتقول لي الا جات لعندي غنقتلها عليا. ما كنمشيش لعندها. نعم. في هذيك الايام الاولى حملت، ولدت جات لعندي، تقبلت حملت، عاد مشيت عندها باش ما تقدر لي حتى شي حاجه. نعم. مشيت لعندها صافي ولات عادي، فهمتي، مره تهضر معايا مره ما كتهضرش معايا، المهم داكشي اللي عندها في قلبها عندها. نعم. ولكن المهم عادي كنتعاملوا صافي. وهي هذيك وليت ساكنه بوحدي، ولات كتجي عندي وداكشي، وخا بعض الخطرات تبقى ترمي عليا الهضره، تبقى تحرش ولدها، تبقى دير هكا. نعم. صافي ماشي مشكل، قلت مني انا ساكنه بوحدي ويا بوحديها صافي. ولكن حليمه ولدها كيفاش كيتعامل؟ ولدها كيمشي لعندها، تصور يوميا كان كيدوز عندها ديما. لا ما كندويش على ولدها في علاقته زعما مع الام ديالو. طبيعي انه يبغي يشوف ام ديالو، غير هو كيفاش في وسط هذه المشاكل بينك وبين امه كيفاش كيتصرف؟ واش مي كيتحرش عليك مثلا، كيكون عنيف معاك، ولا كيتقاطع معاك، ولا هو عادل في هذا الشيء، مخلي امه في جهه ومراته في جهتها؟ فاش كنا ساكنين معاها كانت فاش كتدير لنا المشاكل وكيحرشوها شي صحاباتها وداك الشيء صافي. ولدها كتجي كتبقى من الباب كي كيدخل من الخدمه كتبقى تقول لي دارت لي، فعلت لي، تركت لي، هذه وداك الشيء، ما كتقدش تقولوا لي انا في وجهي، حتى تيجي هو عاد كتقولوا ليه. وفي الدار انا معاها في الدار هكا والشقا وهذاك الشيء، هي كتنخني ما كتهضرش معايا كاع، يعني بغيت نشقى نشقى، اللي بغيت نديرها نديرها، فهمتي، ما كتهضرش معايا كاع. ومني كيجي هو كتبدا تعاود له داك الشيء، هو عارفني انا راه ما غنديرش داك الشيء، وفعلا انا ما كنديرش داك الشيء، فهمتي، هو كيبقى يشوف تيسكت وكيخلينا كيكون حتى نتصرفوا قدامه. لاله حليمه، لاله حليمه. نعم. دابا شنو هو اللي بغيتي نوجه لها نصيحه؟ بغيت كيفاش نتعامل مع دابا المشكل اللي بغيت نقول لك، باقي ما قلتوش. قولي قولي لنا حاليا. نعم. ولات دايرها مع راجلها ما قالش معاها، راجلها في مراكش، وكيجي من شهرين كيجي لهنا، كتقول له انت تزوجتي عليا، وحاليا دابا مسكين راه مريض، كتعاير وكتسبو،
ناط الولد هذا هو كتعاير وكتسب وجرات عليه. قالت لي مراتك اللي جات لعندي غنقتلها ما تجيش لعندي، اللي جات عندي غنجري عليها. ولدي الصغير عنده عامين، عنده عامين ونص، كتقول لي سير محرشينك، ما كيبغيش يبوسها كتقول له محرشينك. ودابا دابا هي دايره مشاكل تعاير في ولدها فين ما يمشي عندها كتسبه. لالا حليمة، دابا راجلي لالا حليمة مرض نفسانيا كيقول لك علاش كدير هكا. لالا حليمة نعم. شوف كيوصل في السن ديال الانسان كيوصل في واحد السن ديالو كتخلط عنده الاوراق، كتخلط الاوراق، ماشي الناس كلهم ولكن بعض الناس كتخلط عندهم اوراق. هاد المراه هادي كانت كتنتظر منك، لان هي اللي خطباتك وهي اللي قلبات عليك وهي اللي جابتك، كتنتظر منك انك تكوني انت بنتها ياك. معناه انه لما تزوجتي بهذاك السيد اول خطاب كانت تقولي لها امي. كنقولها ليها هكاك بلاتي تقولي لها امي، وتعاملي مع هذاك الشيء اللي كيعملوا البنات مع امواتهم. وانا كنتكلم على البنات في الباديه ماشي بنات في المدينه، بنات في المدينه بقاو كيديروا مع امواتهم حتى حاجه الا ما رحم ربي. ولكن في الباديه كيحنيو ليهم، كيلبسوهم، كيوجدوا لهم الحمام، كيعوموهم، مقابلينهم، يعني كيدوروا الاهتمام لعندهم. وهذا هو اللي كانت محتاجه هذه السيده هذه، هذه لالا حليمه، هذه لالا حليمه عجوزتك كانت كتنتظر ان الاضواء تمشي عندها هي، ان تكون هي المحور والمركز ديال الاهتمام ديال الاسره كلها ياك. الان لما انت خديتي لها ولدها، يعني تزوجتي بولدها، راهي كانت حاطاك في المرتبه ديال ولدها، فانت كخصك تعرفي بان هذيك الام راه محتاجه لهذيك الرعايه وهذيك الاهتمام من طرفك انت. وكيف ما كنقولوا حنا المغاربه على وجه المصحف علاش كتبس الجلده، ملي كنهزو المصحف كنبوسو الجلده ما كنبوسوش المصحف، علاش؟ ولكن ماشي الجلده هي المهمه، المهم هو داكشي اللي الداخل ديالها. على وجه الزوج ديالك كدلي الام ديالته، كدير ليها الدلال، يعني كترحميها وترافي بها وكتعوضها على الحنان ديال بنتها كانها ولدات بنت جديده، انت وليتي هي بنتها وتحتليتي المرتبه ديال البنت. لما وقع هادشي كله كان عليك انك تبداي تالفيها في المناسبات، يعني ها العيد جا، ها عيد الاضحى، ها عيد المولد، ها عيد كذا، فهاد المناسبات تدي الهديه وتكبري بها، لان العيالات الكبار هادو الشيء اللي بغاو بغاو هذوك. ولكن كنت حتى يعني لا ولكن باش نكونوا شويه يعني تفضل. حليمه راه حتى هي محتاجه للتقدير. نعم. حليمه الام ديالها الحقيقيه مثلا ما غتقدرش تعقرها، ما غتقدرش دير بزاف الحوايج مثلا اللي درتهم ام الزوج. انا ماشي انا كنقول بلي ما تعتنيش بام الزوج، ولا بالعكس هذيك ام الزوج ديالها عليها بالاحترام وبالتقدير الا غير ذلك، ولكن بعض الاحيان نفسيه الانسان راه كيصعب انه يدير شي حوايج. هاد السيده هذه لان انا ربما كنظن بان في وسط قروي ياك. لا حليمه في سله، في سله ولكن في وسط قروي. لا قريه وخرجت في المدينه. لا فين كتسكنوا نتوما؟ فين كتسكن السيده ديالك عجوزتك؟ سلا في المدينه. المدينه ولا القريه؟ لا في سلا في المدينه. في سلا المدينه. على كل كاين ناس عندهم هذا الطباع هذه اللي جابوها معاهم وبقات معاهم، كيبغوا هذيك البنت اللي تزوجت الابن تكون هي في مرتبه ديال الابن ديالها، وداك الشيء اللي هي مؤمله يعني بغاتو ملي اختارت هذيك البنت هذيك. لما ما لقاتوش كتلقى التعامل عادي ديال بنت مع امها عاديه، داك الشيء حنا قلنا بنت الباديه ماشي بنت المدينه، يعني بنت عاديه ماشي ما ما ما, ما دارتش هاد الاشياء كلها، تحولت هذاك الشيء كاع كله كانت الى عداوه. دابا الان بالنسبه لها هي عدوه ديالتها، فاشنو غادي ديري لا انت ولا ولدها ولا الزوج ديالها؟ هو انكم هاد السيده هذه تستالفونها. كيفاش تالفوها؟ يعني واحد يجيب هديه، واحد يجي طبطاب، واحد يقول لها مالك لالا، يكما عيانه، يكما كذا، يكما، يعني اشياء اللي كتبينوا لها بانكم بانها تلفت انتباهكم وانتم كتهتموا بها. اسمعي لالا، ولكن الا ما عطيهمش فرصه هي كتقول لها جيتي عندي نقتلك. لا ما تقتلهاش، لانها لما ولدت لا ما غتقبلهاش، ما غتقبلهاش تدخل عندها للدار. لا لما ولدت المولود راه هي جات عندها. معناه انه شوف الانسان كيكبر، هذا ماشي كيكبر في السن وانما كيكبر بالعقل ديالو. لما كتجي انت كتكبر به وتجي معك الهديه وتجي معك شي حاجه اللي هي رمزيه وكتشاف ولا كذا، راه هي غادي تراجع وتقول الخير في هذا. لالا حليمه مازال معنا؟ انا مازال معاك. واش هي من النوع الدكتور الا سمحتي لي غير نسوق واحد السؤال وتكلمي، واش هي من النوع اللي تيكبر بالحشكي؟ الناس اللي مي غير تعيط له في التليفون وتكبر به كيكبر، وكاينين الناس اللي كيبقاو شويه قابطين. واش هي كبرات كتكبر بهذا الشيء؟
هي كتكبر وديك الساعة ديك الساعة تقدر دير لك واحد الحاجة اللي تخليك وسمحي لي عافاك نهضر معك تفضلي تفضلي كسمع نعم أنا كبرت مع ديك السيدة في حومة وحدة في زنقة وحدة وتتعرفني مني عندي كنقرا في الثاني عندي 7 سنين ولا داكشي شخصاتك لولدها هي اللي بغات هي كانت كتشوف فيك بنتها اسمع لا يسمعني وكندخل عندهم للدار وكل شيء وبس خطبه النهار اللي خطباتني فيه دازت شي سيمانه ولات كتجي بحال ندمات بحال شي حاجه وانا خطباتني على 16 عام نعم على 16 يعني بقيت الخطوبه درنا فيها شحال تاع نعم نعم تفضل داكشي اذا اتبقي معنا لاله حليمه غنشوف فاصل اعلاني ورجعوا نواصلوا معك ان شاء الله مرحبا شتو نقصك رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو برنامجكم الحل بين يديك وحكي لي نقصك دائما عبر ارقام الهاتفيه مفتوحه معنا لاله حليمه من سلا مازال معنا لاله حليمه نعم تفضلي لاله واصلي كلامك تفضلي اللي بغيت نقول ليه هو ماشي غير معايا انا هكا نعم. مع امها مع اي حد اللي جا ضدها كتبدا تدور فيه وتبدا تعايره يعني واحد يجي ضدها امها تقول ليها لا ماشي هكا كفلانه صافي غتدور فيها وغادي تقول لها خايبه هي كتبغي اللي يجيها تحت الريح كي كنقولوا نعم. وهي كيف كنقولوا عندها ودينه وحده دغيا كتصمت للواحد نعم ولا لاله حليمه نعم. الانسان اللي كيكون بهذا الشكل هكا هادشي كنا كنتكلموا فيه قبل من يعني فوق الفصل كنا كنتكلموا انا ولا لاله سكينه وتكلمنا على هذه المسائل هذه امراه مزاجيه دابا انت اللي عندك هو الزوج ديالك ياك هذيك السيده هي مو فعليك انت ان تبريها ماشي بشرط انها تكون راضيه عليك 100% ما كنطلبوش انها تكون راضيه عليك 100% اللي خصو يكون راضي عليك 100% هو الزوج ديالها هو الزوج ديالك انت اما هي غادي نظرا لانك كتبغي الزوج ديالك احترميها نظرا لانك كتبغي الزوج ديالك بريها نظرا لانك كتبغي الزوج ديالك عطفي عليها نظرا لانك كتبغي الزوج ديالك ديري ديك ودن فورميكا كيف ما كيقولوا ما كنكذبش عليك دكتور فهمتي ما تسمعيش دي سمعي ودي راسك بحال ما كتسمعيش ما تخليش ودك تكابطي كاع داكشي اللي كتقولوه هي من فمها ما تكابطيش انت نعم المشكله هي انني ما كنقدرش كضرني بكلامها بعض الخطرات شوف لا حليمه لما كنكون في الشارع وكنسمعوا شي واحد مثلا كيعربط في الشارع وكيعاير كيسب وكيقول شي حاجه كيضر الحال لان ما كنبغوش انه في الشارع ديالنا نسمعوا الام كتعاير والبوت كيتعاير والدين ديالنا كيتعاير والنبي ديالنا كيتعاير وربي سبحانه وتعالى كيتسب هادشي ما كيضرنا حنا ولكن كندوزو كنخليوه لانه مع ما غتهضر تهضر مع انسان اللي هو حمق ما كنهضروش معاه فاعتبروا ان هاد السيده هادي انها مريضه هذا مرض فيها مرض ديال التسلط ومرض ديال كذا هذا مع الزوج ديالها يعني لا حليمه اعتبروها كلكم بانها مريضه خصها تعالج ما كيماغاش ندوها للسبيطار هذه ماشي ديك الناس اللي غادي تمشي تقول للطبيب راني عندي كنحس بكذا وكذا وكذا كيضرني كذا وكذا لان هذا المرض هذا ماشي مرض اللي هو ديال كيشخصو الطبيب هذا مرض تركب في الانسان في النفس ديال الانسان النفس ديالها مريضه النفس ديالها مريضه فاذا خصها تعالج نفسيا باش تعالج نفسيا هو انكم نتوما تعملوا اللي عليكم وتخليوها هي وداكشي اللي قالت لا يهمكم في شيء يدخل من هذا الودن ويخرج من الودن الاخرى وما تاخذوها شيء اعتبروا بانها انسانه اللي ولات كتقول نيمبورت كوا كتقول اي حاجه خليوها ولكن نتوما اهم حاجه هو حافظوا على داك التماسك ديالكم العائلي مع الحمود ديالك مع بنت الزوج ديالك ومع الزوج ديالك احتفظوا على ديك اللحمه تبقى مرتبطه مع بعضياتكم وانتوما ما تعملوا معها الا الخير باش نهار تبغي تذكركم ما غاديش تلقى بانكم عملتوا فيها الشر وانكم كلكم كنتوا كتعاونوا على الخير وعملتوا معها الخير نعم. ما غترجع للشروج ديالها هو هذاك ما رجعتش ما عندكم ما ديروا لها خليوها هادشي اللي غادي ديروا لها باش تبراو من هذه الناحيه هذه اما الا بغيتوا تصلحوها ما يمكنش تصلحوها ما نمشيش انا لواحد الحاجه اللي هي قاصحه ونجيب نبغي نقلع واش فيها على اليمين وعلى اليسار غادي نهرسها فاذا هاد السيده هادي يخليوها كيف ما هي احترموها بروا بها في ايام المناسبات ايام الاعياد ايام كذا ديروا لها زياره خفيفه زوروها وسلموا عليها ورجعوا بحالتكم باش ما تاذوا شيء من الكلام ديالها وخليوها هي تشوق لكم وهي اللي غادي تجي عندكم وهي اللي غادي تقلب عليكم لما تبان لها بانكم نتوما كتعملوا فيها الخير وهي كتعمل فيكم اشياء اللي هي وغير ولدها ربما لانه هذا ولا عنده ضغط نفسي سخطها الرضا هادشي راه ما عندوش معنى راه واخا تقول السخط ولا راني في الحاجه اللي ما معقولاش راه ما معقولاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا طاعه
مخلوقين معصية الخالق. لأنه الأسف بزاف الناس كيستعملوا مفرد السخط والرضا في أشياء باش يضغطوا على وليداتهم اللي ما معقولاش. العائلة ديالنا أبدا ماشي السخط والرضا ونمشيو نهجروا وليداتنا أبدا. السخط والرضا في أشياء ترضي الله وتغضب الله عز وجل. أما ولا تغضب الله عز وجل. يعني الرضا فيما يرضي الله والسخط فيما يسخط الله عز وجل. نعم. هذا شكل ترضي وتغضبه. أما فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية فكل علاقة كتبقى في الحد ديالها اللي هي تسخط عليه وترضى عليه هو أنه إلى ما برهاش هو. أما هو إذن واجب عليه أن يبرها وأن يكون بها يعني يعمل معها بالإحسان وخيف ما بغي يكون هي النوع ديالها كيف ما بغي يكون ذكر رد الفعل ديالها. ولكن الناس خرين ما مجبرين بإحسان وخلع الناس خرين ما مجبرين من باب الرحمة من باب الجمال والرحمة ومجابة التعاطف يعني استجلابا لرضا الزوج. فذاك الشيء قلنا على وجه القران على وجه المصحف اش كتبس الجلده. وناخذ رساله كتقول سلام شكرا بزاف على البرنامج. انا سيده متزوجه خدامه الحمد لله مزيان عندي داري والسياره ديالي ولكن الزوج ديالها تجيه الغيره من الوضعيه ديالها رغم انه حتى هو خدام ولكن ما عندوش السياره وتيبقى يغوت بزاف حتى ولدها كتقول ولا مريض ما عرفتش شنو دير معاه خاصه وانه كيدخن بزاف وحتى المخدرات. دابا ما عرفاش علاش كتسول كتسول كيفاش تعامل مع الزوج كاين الزوج كاين الولد. لا هو الولد ما كتكلمش على الولد كتكلم على الزوج. الزوج الزوج هي الغيره كتكون محموده لما كتزوجش الحدود ديالها. الغيره مزيانه بين لا انا ما كنقصدش الغيره المحبه غيره المحبه على الوظيفه كنقصد الغيره على الامكانيات الماديه اللي عندها واللي ما عندوش هو المكان الاجتماعي. فلا ما عمر المكان الاجتماعي ما كانت سبب لديمومه العلاقه الزوجيه او لا عدمها. فالارزاق يقسمها الله سبحانه وتعالى وكل واحد رزق ديالو وهو لو انه بغى يكسب السياره غادي يكسب السياره لو انه بغى يعمل لانه الان الامور كلها هي مفتوحه امام الجميع ممكن ان ينسى ولكن هي اولويات. انت عملتي الاولويات ديالك انها تكون عندك سياره هو عمل اولويات ديالته حاجه اخرى ما دمتم انكم مشاركين شيء في راي واحد. اما هو في حقه سياره واحده تكفي لاسره علاش حنا نمشيو نديرو جوج ديال السيارات في حين اننا اسره وحده كنسافروا مجموعين وكنعيشوا مجموعين وكنمشيو عند العائله مجموعين وكذا. معنى هذا اننا حنا مفرقين اصلا في امورنا. ولكن لا ربما يعني هنا بمبدا العمل مثلا السيده خدامه كديبلاصا بالسياره ربما حتى السيد بغى هو ما كيخدامه كيديبلاصاش بالسياره يمكن هي اولويات وحاجيات ما يمكنش يعني حتى باش يكون عندنا جوج السيارات الحين كتفرضها الاولويه لهم. لا ما احتاجش لهم انا كنقول ما احتاجش لهم عندنا البديل. بديل هو الوسائل النقل العمومي هو الترامواي هو الوسائل اللي كنستعملوها في التنقل ما فيها بس ان ما تكون عندها السياره لانها هي مطالبه تجيب كلي للدار ديالها مطالبه انها توصل وليداتها للمدرسه وتديهم وتجيبهم مطالبه باش تقضي حوايج اخرى وتجي البيت ديالها بكري. اما الزوج الا تعطل فهو ليس يعني ما مطالبش في هذه المسائل هذه ولو انها مسؤوليته ما مطالبش بها يعني يمكن انه يتنازل على حسب اتفاق بينه وبين الزوج يمكن هو يشري الطوموبيل ديالته يعطيها للمراه ولا انت اولى بالسوقيه وانت اولى باش تكون عندك وانا غناخذها غير في الويكاند مثلا اولا لما نكون غنسافروا هي فاش غادي نسوق السياره ديالتي. واما الباقي احنا ما عندناش مشكل انه غادي يمشي العمل ديالو غنبقى في 6 السوايع ما كاينش بقى السياره محطوطه 6 السوايع في حين انك انت يمكن انك ديبلاصي بها لهنا وتقضي بعض المصلحه هذه والمصلحه يعني مسائل ديال التفاهم. الزوج انه انا نشوفوا بانهم غيار نحيدوا له الغيره هذه باش نخليوا الغيره نعطيها له للساروت ديال ديك السياره واش حنايا الا كان الشمل ديالنا مجموع وانا السياره ما نحتاجها شي سي محمد اليوم انا ما غنخرجش الطوموبيل هاك 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 الساروت الا كنت بغيتي تمشي تدي بلاصه بها ولا تقضي اغراض ديالك غيرها غير تعطيها لي غير هكاك غير كلام وهادي غادي يبان بان اما مغيار او لا ماشي مغيار وانما كيبان لنا بانه ربما يغير على هذه المسائل هذه. اذا هي مساله ديال التفاهم بين الزوج نعم. وبين الزوجة وتحديد الأولويات أكيد. داخل البيت. نعم هما متزوجين بجوج الزوج مطالب بأعباء ديال الأسرة أعباء مادية وربما ما كيتخلي شيء أنه يدخر المال من أجل هذه السيارة. فإلا هو الإمكانية ديالته مادية ما خلاتوش
تحاولي انك انت تكوني داك المنقذ واعطيه الساروت مره مره وغتلقاي بانه ما هذاك الشيء اللي شتي فيه تراجع. ما تعلق بالمخدرات هذه خطيره عندي طبعا شي مساله اللي نحددوا لها حلقه باذن الله باش نتكلموا عليها. تعاونوا مع وليداتنا نفهموهم خصنا نفهموهم اولا باش يمكن لنا انهم يتعلموا الاقلاع على هذا التعاطي المخدرات. كوتش يوسف ما سخيناش بك ولكن الوقت مر بسرعه. شكرا جزيلا لك واكيد انا موعده جديد بك غدا باذن الله. غدا غنتكلموا على الايجاب كيفاش نربي وليداتنا على التواصل بطبيعه الحال. غادي نخليكم للحظات المستمعين الكرام في انتظار نودع كوتش يوسف ونستقبلوا جميع استاذ سعيد ناوي الاجابه عن كل اسئلتكم القانونيه. نخليكم مع الاختيار الغنائي من اختيار مجدولين حماده هلال حماتي بتحبني ورشا لكم.